حابين نعرف جمهورنا أكثر عن النشاط اللي بتقوم فيه الجمعية بشكل عام وفي الحج بشكل خاص. أول شيء أسأل الله أن يوفق هذه القناة الفضائية الراقية المتميزة اللهم آمين التي تخدم المجتمع السعودي وتخدم وخاصة المجتمع الخيري والمجتمع التعاوني، وبالنسبة لمشاريعنا في موسم الحج فهي أهم ما فيها سقى ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الكرام في المشاعر في مزدلفة وفي عرفات بعبوات المياه الباردة، وكذلك سقى حجاج بيت الله الحرام في الشوارع مداخل الحرم كشارع إبراهيم الخليل والغزة والعزيزية وفي مداخل مكة من جدة ومن المدينة المنورة مداخل مكة المكرمة.